بشار. يلا ارحل يا بشار. صوت قاشوش حما وعلم الثورة السورية يتواجدان هنا في قلب فلسطين المحتلة. لبيك يا شام، يهتف آلاف المتظاهرين القادمين من معظم المدن والقرى الفلسطينية إضافة للجولان السوري المحتل، مجتازين عشرات الحواجز إلى منطقة الجليل شمالي الأراضي المحتلة ليتضامنوا مع أهالي سوريا. يا الله اسمع صرخة الأطفال، يا الله ملنا. رفعوا صور مجازر الحلا والقبير وكرم الزيتون، منددين بمجازر نظام يحتل سوريا منذ 40 عاما كالاحتلال الإسرائيلي الستيني لفلسطين. الإعاقة لم تمنع حتى ذوي الاحتياجات الخاصة من القدوم للتعبير عن تضامنهم، وقد شهدت المسيرات التي نظمها ناشطون فلسطينيون مشاركة قوية لقيادات الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر. صبراً يا أهلنا في سوريا، إن السلاح الذي يقتلكم الآن هو السلاح الذي قتل من شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان، وآن الأوان أن ينكسر هذا السلاح، لأنه ليس سلاحا لتحرير الجولان وليس سلاحا لتحرير فلسطين. يعري أصحاب القضية إذن ما ادعاه نظام الأسد بنسختيه الأب والابن بأنه نقطة ارتكاز المحور الداعم للممانعة والمقاومة، بل ويزيد الفلسطينيون على ذلك بعدم رغبتهم حتى في تحرير أراضيهم بدعم مزعوم من نظام تلطخت يده بدماء عشرات الآلاف من شعبه، كما ضاقت معتقلاته بشباب سوريا الثائر على المبدأ العربي المشهور اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس. وإذ يتم المتظاهرون فعالية التضامن مع شعب سوريا، يؤمن كل فلسطيني هنا في الأراضي المحتلة أن طريق حرية القدس وفلسطين تمر عن طريق حرية دمشق وحمص ودرعا واللاذقية، وكل فرد وشبر في سوريا من نظام أسقطت عنه الثورة السورية أقنعة الممانعة والمقاومة. يا الله امحي زمرة الأشرار. يا